بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات. ورسميا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لمحافظة المنيا بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 77.5%. اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5% بحضور الدكتور محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، والأستاذ محمد أحمد رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم. طيب ازاي نقدر نجيب النتيجة من الموقع الرسمي لمحافظة المنيا؟ كل اللي عليك هتبدأ تدخل على الرابط ده، والرابط ده هسيبهولك في الديسكريبشن في اسفل الفيديو. ده الرابط الرسمي اللي ظهر لحد الان بالنسبة عشان تجيب منه نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنيا. كل اللي عليك هتبدأ تدخل على الرابط ده، هيبدأ يجيب لك الجزئية ديت. هنا هيجيب لك رقم الجلوس، انت اختار عايز تجيب رقم الجلوس بالاسم بالمدرسة بالادارة التعليمية. انا في طالب اسمه محمد فايق بعت لي رقم جلوس اخوه اسمه يوسف، وهنبدأ نجيب النتيجة عن طريق رقم الجلوس. ادي رقم الجلوس اهو بالشكل ده كده، واول ما ضغط بحث هو قال للطالب اسمه يوسف، هنبدأ نشوف النتيجة. بالفعل ادي اسم الطالب يوسف فايق محمد محمود. ادي رقم الجلوس 39501، المدرسة صملوط الإعدادية بنين، الإدارة التعليمية صملوط. المجموع جايب 238.5 من المجموع الكلي 280، النسبة المئوية للنجاح 85.2%. هبدأ بس نعرض اللي هي درجات المواد. أدي عندي هنا هو جايب في اللغة العربية 75، اللغة الإنجليزية 41، الجبر 28، الهندسة 18، مجموع الرياضيات 46، مادة العلوم جايب فيها 38، وأخيرا الدراسات 38.5. أما بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع، التربية الدينية جايب فيها 40، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20، والأنشطة كل حاجة فيها جايب 20. طبعا هنا بيسمح لك لو أنت عايز تطبع النتيجة ببدأ أضغط على كلمة طباعة. طيب أنا جبت النتيجة وعايز أجيب نتيجة تانية، فبضطر ان انا ارجع لحد ما اضغط هنا للحصول على نتيجة جديدة. واول ما اضغط هنا واضغط على كلمة اغلاق هيبدأ يرجعني للجزئية اللي انا كنت واقف عليها، وبكده يكون عرفنا ازاي نجيب نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنيا بالاسم وكمان رقم الجلوس. دمتم في امان الله، شكرا لكم وبالتوفيق لجميع الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.